بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم أحمد إسماعيل من أنوار رسالة مدينة نصر. هنكمل إن شاء الله سلسلة الحلقات اللي بنتكلم فيها عن لينكد إن اللي فاتوا أي أصلا مسجلة، فممكن أي حد ممكن يشوفها في أي وقت تاني. شوف لو فاتته حلقة أو عايز يعمل حاجة معينة من اللي إحنا شرحناها في وقت معين، فممكن يعيد المحاضرة كذا مرة. هنكمل النهاردة إن شاء الله. هنتكلم النهاردة في نقطة محددة قوي في لينكد ان، ازاي انت عملت اكونت خلاص انت عايز تمانجه، بقى ازاي هتمانج الاكونت بتاعك وهتظبط كل حاجة فيه ازاي، بحيث ان انت واحد انك ما تزهقش مثلا من كتر الايميلات اللي هي بتيجي، انت ما تكون مسيطر على كل حاجة، عارف كل حاجة بتعملها ازاي، عايز تخش على الاكونت كذا او اللي بيظهر لك من غير اسم او البروفايل بتاعك بيبقى شكله عامل ازاي. كل ده هنتكلم عليه النهاردة ان شاء الله، ومش هنطول برضه في خلال ان شاء الله نص ساعة. تعالوا نبتدي، يلا تعالوا نفتح الاكونت. زي ما قلت لكم هنا احنا بنخليه شورت كات، هنا بقدر اخش عليه بسرعة. اللي احنا عملناه مع بعض من اول مرة ان شاء الله، بعد كده في الحلقات الجاية هبقى اوريكم الاكونت بتاعي واللي انا كاتبه. هو طبعا مش موصلش البروفيشنال او ان هو التوب بتاع كل حاجه، بس رسالة عملي ازاي انت هتملى الفيلدز اللي موجوده في لينكدين وهتوصل لكده. تمام، فهنكتب الميل كان جمال اندرسكور محمد اندرسكور سيد ات ياهو دوت كوم، باسورد ونعمل ساين ان. تعالوا بصوا جات لي نوتيفيكيشن، تمام، وده الهوم زي ما احنا قلنا. تعالوا نشوف الحته اللي قلت لكم عليها في الاول اللي هو ازاي انت هتمانج الاكونت بتاعك. تمام، فتعالوا هنا شايفين هنا المفروض هتبقى البروفايل بيكتشر بتاعتك اللي هي الصور اللي هتكون موجوده. تمام، فانت مجرد ما بتقف هنا بتظهر كذا اوبشن، في اللي هو ان انت تعمل ساين اوت، ان انت تخرج من الاكونت بتاعك، في ان انت تحول لبريميوم، البريميوم اللي هو وبعد كده بتدفع المفروض عدد دولارز معينه. هوريكم كل كاتيجوري بتدفع فيه قد ايه، بس انا زي ما بقول لكم كده مش هنحتاج ان شاء الله ان احنا ندفع فلوس في لينكد ان. هنعمل كل حاجه ماركتنج لينا في كل حاجه من غير ما ندفع فلوس. ده هنا لو عايز اعمل انزل وظيفه وهدفع فلوس، والشركات اللي بتعمل كده. اللانجوج لو انا عايز اغير لانجوج، هنا البرايفسي والسيتي، هنا اللي بغير بمانج فيها كل حاجة. احنا هنتكلم على شوية تابات معينة. مانج بصوا شايفين النوتيفيكيشن اللي لينكد ان كاتبها لي، بيقول لي don't get locked out of your account غير برايمري ميل. مش حاطط غير ميل واحد على الياهو، ولو انا نسيت الباسورد، سوري لو نسيت الباسورد كده ابعت ان يعمل لي ريكفر او يعمل ريسيت للباسورد بتاعتي. فانا افرض مثلا الميل بتاعي على ياهو، الميل بتاعي على روكت ميل، الميل بتاعي على ياهو التاني، او الميل بتاعي على الجيميل، على الهوت ميل، اي ميل تاني، بحيث ان انا لو نسيت ممكن اعمل ريسيت للباسورد بتاعي عن طريق الميل التاني. تمام، فهيقول لي اد ان ايميل ادرس، هكتب الايميل ادرس، هيبعت لي مسج على الميل ده، هخش على الميل عشان ان ده الميل ده بتاعي. تمام، ده مثلا بدل ما هو برايمري اخليه سكندري. برايمري او سكندري يعني الايميل الاساسي والايميل اللي هو اللي هو مش اساسي. تمام، فانا بعد كده عايز اشيل مثلا الايميل ده مثلا ما بقتش اخش عليه، مثلا خلاص انا بقيت نقلت كل حاجاتي على الجيميل او الهوت ميل او جيميل مثلا عشان اليوتيوب بخش بالجيميل، الموبايل سمارت ده مش عايزه خلاص، فانا ممكن الغيه، بس ما ينفعش الغيه هو البرايمري، لازم يبقى فيه ميل تاني. تمام، مش عايزين نطول في النص دي. تعالوا الاكونت تايب، قلنا البيزك التاني اللي هو بتدفع فيه فلوس. لو عايزين نقارن بين كل حاجه احنا ممكن نعمل جيت كومبير اكونت تايبس، هيجيب لي كومباريزون بسيطه كده بين الاكونت اللي هو الفري والاكونت اللي بفلوس. هنا البيمنت، طريقه الدفع
او لو انا دفعت حاجه قبل كده. يو اكتف سيشن يعني ايه اكتف سيشن؟ عدد التابات المفتوحه دلوقتي، مش انا الاكونت بتاعي ده ممكن اكون فاتحه على مثلا هنا على على جوجل كروم، ممكن افتحه على فايرفوكس، ممكن افتحه على اي، ممكن افتحه في كذا مره وفي كذا حته. فانا هنا بيقول لي مثلا مين اللي فاتح، سيت اليوزر نيم والباسورد، فيقول لي مين في كذا سيشن مفتوحه دلوقتي، انت في كذا الاكونت بتاعك من كذا مكان. فهنا لو دوست هنا هيقول لي ان مفيش، رحت تعال ندوس عليها. بص الاكتيف سيشن اهو، يو ار كرنتلي ساين ان تو وان سيشن، الجلسه الحاجه الوحيده اللي احنا فاتحينها دلوقتي، تمام. وبيجيب لك شويه تفاصيل عنها، اني شايف ان انا في مصر، الشركه كمان السيرفيس بروفايدر اللي بتمدني بالانترنت. تعال نرجع تاني للمانج. تعالوا بيكم مقارنه سريعه بين الاكونت البيزك والاكونت والاكونت تايبس الثانيه. هو كده كده ما بيكومنتش على حد ان هو يشترك في الثانيه، تمام. هنا مثلا بصوا بزنس بلس فيتشر، دي الحاجات اللي هي اللي انا ممكن اعملها. بص في مقسمها كذا كاتيجوري، كل كاتيجوري بفلوس معينه بتدفعها. وفي هنا شويه ديتيلز لو انت عايز تقرا، تمام. بس تعالوا احنا بسرعه كده نشوف اول واحده، تعالوا ندوس اول واحده كده. بيقول لك هنا دي لاند يور دريم شوب، اوصل لوظيفه الاحلام بتاعتك. دي بيخليك انت المانجر مثلا وهو بيعمل سيرش على لينكد ان. انا اشرحها لكم بس ما حدش يعمل الحاجات دي. انا نفسي مش عامل قصه ان انا ادفع فلوس ان انا عشان اعمل ماركتنج لنفسي، لا انا ممكن اعمل ماركتنج لنفسي من غير ما، بس على سبيل بس انك تعرف. يعني انت مثلا لو اشتغلت في شركه وانت شغلتك ان انت تعمل ماركتنج للشركه والشركه اللي هتدفع فلوس، فانت في قدامك الحاجات دي، او انت اتش ار او ريكروتر بتجيب ناس، فانت تكون عارف انت ممكن تجيبهم على لينكد ان ازاي، ولينكد ان بيختار على اساس ايه؟ بيختار على اساس مثلا الناس اللي هي بتدفع فلوس اكتر، ولو مختار حاجه معينه بيجيبها في التوب اوف سيرش كده، يعني معلومات عامه مش اكتر، لكن محدش يشترك فيها، تمام. هنا لاند يور دريم جوب، اوصل لوظيفه احلامك. ده هيخليك ان اي مانجر بيعمل سيرش. هنا بصوا هنا ممكن نعمل سيرش على اشخاص، على وظائف، على شركات، على اي حاجه، على جروبس، على اي حاجه انت عايز تكتبها. عايز تسلكت حاجه معينه بتدوس هنا، تختار البيبل ولا جوبس ولا كومبانيز ولا جروبس ولا يونيفرستي ولا بوست معين ما كان مكتوب على لينكد ان ولا الانبوكس، ولا بتسيرش في الانبوكس بتاعك. هنا انا سايبه الديفولت اللي هو اول. فانا مثلا بدور على حد شخص معين عشان يشتغل عندي مثلا، فاختار مثلا بيبل وهكتب مثلا اسماء اسامي شخص، او هقول لكم على حاجه هكتب اول وهكتب مثلا بدور على اتش ار واسيرش بقى كل واحد كاتب فيه ان هو اتش ار فممكن يختاره، تمام. ده بيقول لك ان انت هيخليك في السيرش، قائمه السيرش، ان انت اول واحد. هوريكم ازاي بنعمل سيرش وبنعمل ادفانسد سيرش على ازاي على لينكد ان في الحلقات الجايه لو الوقت ما كفناش النهارده. ده بيخلي جيت ان تاتش مع ريكيوتر، ممكن تبعت لهم مسجات او كده على طول. لينكد ان فيه شويه تعقيدات، ان انت ما تضيفش حد غير مثلا تكون عارفه، كان معاك في المدرسه، عملت معاه بيزنس قبل كده، كذا حاجه كده هوريكم. ولو انت عايز تضيف حد مثلا بابليك او كده هوريكم ازاي ممكن تضيفه، تمام. في لينكد ان برضه مثلا عدد الجروبس مثلا ما تزيدش مثلا 60 جروب، بعد ال 60 جروب تيجي تضيف تعمل اد لجروب تاني، لا يقول لك خلاص انت اكسيد الليميت، انت اقصى حاجه ليك 60 جروب. ده بيوريك كومباريزون بين الكانديديت. تعالوا نعمل سيلكت كده للبلان دي. البلان دي اللي هو الناس اللي بتبحث عن شغل. ده بيخليك ان انت ممكن تبعت ثلاث ايميلات لاي حد على لينكد ان، والديفولت ان انت ما تبعتش رسائل لحد ما تعرفوش، لكن ده بيخليك تبعت لاي حد. ده بيخليك ان انت لما حد ريكيوتر او حد اتش ار بيدور على حد في شغل معينه، فيخليك انت التوب الاول على قائمه السيرش، هيجيب لك كذا شخص، فيجيب لك ده اول واحد. ده بيوريك مين اللي شاف البروفايل بتاعك في اخر 90 يوم. طيب ما هتقول لي ما انت كنت قلت لي قبل كده ان كده كده اي حد بيشوف اي حد دخل على البروفايل بتاعه، تمام. بس انا مثلا النهارده في مثلا 60 حد دخل على البروفايل بتاعي، فانا عشان الاكونت بتاعي اللي هو العادي مش ادفانسد، الاكونت البرايمري العادي،
البيزك يعني، فانا بيجيب لي مثلا اخر 10. انا بالنسبه لي انا كاحمد مش ما بي ما يهمنيش قوي ان انا اشوف 90 ولا حتى اشوف ال10 عادي يعني، بس هو بدل بيجيبها لي فبشوفهم، لكن مش كل الناس اللي دخلت البروفايل بتاعي ما بتعنينيش قوي. لكن في انت لما تختار الكاتيجوري ده او البلان دي، انت لازم بتشوف كل الناس بقى اللي عندك، ما بيديكش حد معين. هنا بقى بيخليك ان انت بيجيب لك مقارنه بينك وبين الناس الكانديديت اللي هم الناس اللي زيك في نفس او متقدمين نفس الوظيفه. ده بصوا بيقول لك ايه، ان ده اول شهر بيبقى مجانا، بعد كده بتدفع $30 في الشهر. تعالوا كده نشوف اي بلان تاني. تعالوا البلان دي بيزنس بلان فيتشرز، ده بيخليك تبعت 10 ايميلات 10 مسجات سوري لاي حد. ده بيخليك ان انت بتكون بريميوم سيرش فلتر، بتكون موجود يعني اقصى حاجه بتكون باين للناس. ده بيخليك تشوف مين اللي شايف البروفايل بتاعك كل الناس طبعا. بيخليك ان انت تبقى بيكبر النتورك بتاعتك على طول، بيخليك ان انت ستيت تجري. ده بصوا بكام، ده تقريبا ب $60 بير مانس. مثلا لو انت اشتريت مثلا طول السنه، عملت الاكونت لمده السنه، خليك تدفع $576 بير يير لمده السنه كلها. دي حاجات للبيزنس يعني. دي مثلا انلوك سيلز اوبورتيونتي نفس القصه، ممكن اي حد يقراها، ولو في اي سؤال ممكن يبقى سهلوني. دي نفس القصه، هنا بقى 25 ميل ومش عارف ايه وكده، وشويه اوبشنز ثانيه بيضيفها لك. ده بقى بكام، ب 100 $200 لو هتشتري في السنه، هتاخد يعني خصم 20%. لو كل شهر بقى الاكونت بيتكلف 100 بالمنص. تمام، ده الحاجات البسيطه في البلينز اللي موجوده في لينكد ان. زي ما قلت لكم لينكد ان معمول عشان ماشي انت تدور على وظيفه اللي انت عايزها، ويخلي الاتش ارز يلاقوا الناس اللي هم عايزينها بسهوله، وان يبقى في ترافيك كتير على لينكد ان، وان يبقى في ادز اعلانات. وكمان لينكد ان في حاجات ان حد الناس بتعمل اكونتس معينه، ممكن لينكد ان بيستفيد منها من الفلوس اللي بيدفعوها، وده الى حد ما بيكون شغل بيزنس اكتر. شركه بتعمل ده عشان توصل لحاجه معينه. تمام، تعالوا نرجع تاني للسيتنج بتاعتنا. ده لما هتيجي تدوس على ابجريد، ده بيخلي بدل زيك يخليه اي اكونت من الاكونتات اللي احنا شرحناها. تمام، تعالوا نبتدي في البروفايل. بصوا هو فيه هنا اربع تابس في البروفايل، وفي كوميونيكيشن، وفي جروبس اند والكومبانيز اند ابلكيشنز، وفي الاكونت. تعالوا في البروفايل. في البروفايل الاول بيقول لك برايفسي كنترول، اللي هي حاجات الخصوصيه. عارفين على الفيسبوك لما انت مثلا تكتب بوست او تكتب ستيتس او كده، الستاتس دي انت ممكن تخليها ايه، دي ما حدش يشوفها غير مثلا ناس معينه، اصدقاء معينين بتختارهم، او دي ما يشوفوك، او دي ما يشوفهاش اللي هم اصدقاء الاصدقاء. حاجه مثلا تكون عاملها بابليك لاي حد بيشوفها. فنفس القصه في لينكدين، بيخليك تمنش كل حاجه في البروفايل بتاعك. فتن اون او اوف يور اكتيفيتي بودكاست، بصوا تعالوا ندوس عليها. ده بيخلي الناس تشوف الحاجات اللي انت بتعملها، انت عملت فولو لشركه معينه، انت عملت لايك لحاجه معينه، انت عملت دخلت جروب معين، كتبت حاجه معينه. فده بيعمل كانه بودكاست. بيعمل ايه بودكاست؟ يعني ايه؟ بيبعت لكل الناس اللي عندك، بيبعت لهم ازاي بتاعه يعني، بيجي يقف هنا ويفتح ايه بقى، ان احمد عمل لايك للبيج كذا، محمد ضاف لجروب كذا كذا، عمل لايك لكذا. فانا عايز يعني شايف ان هي حاجه ريكومندد ان انت تسيبها، تسيب التشيك مارك فعلا، خلي الناس تشوف ان انت اكتف على لينكد ان، وبتخش على لينكد ان، ومتابع لينكد ان اكتر كمان من الفيسبوك، اللي هو ان انت فعلا انت حد بروفيشنال يعني، متابع لينكد ان وليك اكتيفيتيز على لينكد ان. وهوريكم ازاي اي شخص مثلا عايز يدور على حد معين في لينكد ان ويشوف الاكتيفيتي بتاعته هو بيعمل ايه. سيلكت هو كان سي يور اكتيفيتي فيلد، مين اللي يقدر يشوف الاكتيفيتي بتاعتك، الكونكشنز بتاعك، اللي هو خلينا قلنا اتفقنا ان الكونكشنز دي مفهومها يعني كانك اصدقاء. كونكشنز ايكوال فريندز ان فيسبوك. تمام، everyone اي حد على لينكد ان، النتورك بتاعتك اللي هي الفيرست والسكند والثيرد ديجري يشوفوا الكونكشنز، الاصدقاء اللي انتوا ضايفهم بس، او ما حدش يشوف خالص، هتخليها اونلي يو. تمام، وبعد لما بتختار اللي انت عايز تعمل ايه، بتدوس سيف تشينجز او تكنسل لو انت مش عايز. تمام، تعالوا نشوف ثالث اوبشن، سي وين يو هاف فيود سيرفر فايل. هي دي بقى النقطه البوينت.
دي لما انت تخش على بروفايل حد، انا قلت لكم ان في لينكد ان، اول ما تخش على بروفايل حد لينكد ان بيبعت له كانه نوتيفيكيشن ويقول له ان في كذا كذا، مثلا محمد شاف البروفايل بتاعك، محمد ده شغال في شركه كذا، وتشوف البروفايل بتاعه لو انت عايزه. تمام. وانت برضه نفس القصه، انت بتيجي تخش على اي بروفايل حد لينكد ان بيبعت له ان كذا شاف البروفايل بتاعك. تمام. انت عايز تلغيها، في قدامك ثلاث حلول. بصوا، اول حاجه اللي هو لينكد ان بيكومندو عليك ان انت تخلي اسمك والجوب اللي انت بتشتغلها وموجود في دوله ايه، فده اللي معظم الناس عاملينه. في ناس بقى اتش ار او ناس امبورتنت قوي او ناس مش عايزه تخش على اكونتات كتير ومش عايزه تبين اسمائها. فبصوا، في قدامكم حلين، يا اما حل ان انت كاتب ان انت دكتور في شركة فايزر مثلا، فهنا انت تخلي بقى نفسك ان انت يقول لك ايه، حد شاف البروفايل بتاعك يقول لك ايه someone see you شاف البروفايل بتاعك وما يقولكش ولا اسم ولا شغال في ايه ولا في شركة ايه ولا اي حاجة. تمام. بس دي برضو الناس اللي هتشوف برضو البروفايل بتاعك لينكد ان هيعاملك بالمثل، مش هيبعت لك اسامي الناس اللي شاف البروفايل بتاعك. يعني زي ما انت عايز تعمل لينكد ان هيعمل معاك، يعني انت هتخلي اسمك مش ظاهر خالص ولا اي حاجه تظهر، نفس القصه كل الناس اللي هتشوف البروفايل بتاعك حد شاف او ما حد شاف لينكد ان مش هيبعت لك حاجه. فانا بقى ريكومند ان انت تخلي اسمك وتخلي اذا كان مش حاجه حساسه قوي، فانت تخلي الاسم وتخلي انت شغال في شركه ايه وتخليها، بحيث ان حتى لو ضفت كونكشن انت مش متعرفوش قوي وهو انترستد مثلا ان هو يشتغل في الشركه دي، او عايز شايف ان انت دكتور وهو عايز دكتور وهو دكتور كمان، فممكن يضيفك الكونكشنز بتاعته. الناس بتضيف بعض على لينكد ان غير بقى ان هي فاميلي او فريندز من اصدقاء او من الاصحاب، لا ده هو بيضيف ان حد في الفيلد بتاعه، حد في المجال بتاعه ده، في السوشيال ميديا مثلا، انا عايز اشتغل في السوشيال ميديا او في السوشيال ميديا فانا بضيفه عشان كده. فانت خلي الاسم عادي. تمام. تعالوا نروح للنقطه اللي بعديها، في يور بانك. ايه بانك ده؟ البنك ده اللي هو لينكد ان بيقول لك ان انت الايه، مثلا عدد الناس اللي بيشوفوا البروفايل بتاعك النهارده كانوا 6، فبكره عدد اللي شافوا البروفايل بتاعك 7، فده البانكينج بتاعك بيزيد. مثلا اول يوم، يوم تاني الناس اللي شافوا البروفايل بتاعك 100، اليوم اللي بعديه 0 مثلا شاف البروفايل بتاعك، فيبين ان البنك بتاعك بيقل. عايز تظهره او ما تظهروش ده براحتك او على حسب البنك بتاعك. فالريكومندد لينكد ان سايبه ان انت خلي الناس تشوف في الرانكينج بتاعك اللي هو لينكد ان، البروفايل بتاعك بيزيد بيقل احسن اوحش. سيلكت هو كان سي يو كونكشن، مين بيشوف الاصدقاء بتوعك؟ يا اما انت بس، يا اما الكونكشنز بتوعك، يا انت بس يا الكونكشنز بتوعك يشوف الاصدقاء بتوعك. تمام. اللي هم الفريندز يعني. فولو يو ابديتس، مين اللي يفولو الابديتس بتاعتك؟ يا اما كل الناس يا اما الكونكشنز بتاعك بس، عادي ان انت تخليها ايفري وان. انت عايز اصلا داخل على لينكد ان جول النتورك حواليك. تمام. تعالوا نخش على الفيلد اللي بعديها، تشينج يور بروفايل فوت. لو دوست عليها هينقلني على البروفايل بتاعي. ثانيه واحده، هينقلني على الصورة بتاعتي ان انا اغيرها واخلي مين اللي يقدر يشوفها. تمام. هتختار الصورة وتدوس سيف. دي انا ممكن كنت اعملها من البروفايل اصلا بتاعي. خدتوا بالكم ايه اللي انا دوست عليه سيف ده؟ لينكد ان بيريكومند عليا شوية حاجات، بيقول لي انت كويس فيها السكيلز دي، فانا هو عشان شايف ان انا كاتب ان انا دكتور فبيقول لي انت كويس في الهيلث كير مثلا، او الكلينيكال ريسيرش، او الميديكال اندستري، او الهوسبيتالز، حاجات سكيلز انت ممكن تضيفها انت، فهو بيريكومند عليك. ماشي انا موافق. في سكيل تاني انا عايز اشيلها، ممكن اشيلها. في سكيل تاني انا هشيلها ازاي؟ هدوس هنا على القلم ده وهشيل اللي انا عايزه وهضيف سكيلز تاني. من حقك انك تضيف لغايه 50 سكيلز. السكيلز دي بتفرق؟ اه طبعا. اكتب سكيلز بحيث ان حد بيسيرش على حاجه معينه او بيسيرش على سكيل معينه فممكن يلاقيك.
تمام. تعالوا نرجع تاني للسيتنج. خدتوا بالكم؟ هو انا دوست على السيتنج، هو خرجني ليه؟ عشان مثلا انا ما اكونش مثلا فاتح البروفايل بتاعي وناسي الموضوع، ناسي اصلا انا فاتح الاكونت بتاعي، وحد يجي مثلا يخش في السيتنج يلغي لي حاجه او يغير لي حاجه او يكتب الميل بتاعه. فهنا بيتاكد بينشور ان انت الشخص ده، وانت اللي عايز تغير تكتب الباسورد بتاعك. فنكتب الباسورد بتاعنا تاني، وما طلعناش من لينكد ان، بس هو عايز ينشور يتاكد ان انا نفس الشخص ده، تمام. فهكتب الباسورد واعمل ساين ان. اعمل ساين ان. تعال نشوف الحاجة اللي بعديها. Show or hide viewers on this profile also viewed books. تعال ندوس عليها. ده بي display، بيظهر لك الناس اللي شافوا البروفايل بتاعك على بوكس على البيج، فدي ريكومند تخليها، تمام. تعال نشوف اللي بعديها بسرعة. Manage who you are blocking. زي الفيس بالظبط، انت عايز تعمل بلوك لحد معين، فانت بتدوس عليها بتشوف الايه، مين اللي انت عملت له بلوك. هنشوف ازاي احنا نعمل بلوك لشخص مثلا الفتره الجايه. ثانية واحدة. وانا لسه عامل بروفايل، فما عملتش بلوك لاي حد، فهو هيجيب الفيلد ان هو امبتي، فاضي ما فيهوش اي حاجه. فهنا مثلا لو انا كنت عملت لحد بلوك وعايز اشيله مثلا من البلوك او اي حاجه من هذا القبيل، فانا ممكن اعملها من هنا، تمام. طيب هو عمل هانجنج في الحته دي، ف بلاش منها دلوقتي، عايزين نحاول نخلص دول. مانج تويتر سيتنج، تعالوا ندوس عليها. انا مش عامل تويتر، قلت لكم في الاول ان احنا ممكن نقول لينكد ان، اي حاجه هكتبها على لينكد ان هتتشير في نفس الوقت على التويتر، او حاجات معينه عايز اشيرها على تويتر في نفس الوقت. فانا هاد يو تويتر اكونت، هتكتب لي يوزر نيم والباسورد وتضيف، تمام. تكتب اليوزر نيم والباسورد وتضيف وتدوس اوثورايز ابلكيشن، وخلاص كده انت ربطت لينكد ان بتويتر بتاعك. كل ما تيجي تشير بوست او حاجه هيقول لك عايز تشيرها على لينكد على تويتر كمان ولا على لينكد ان بس، تمام. مانج يور وي شات سيتنج، نفس القصه، انت ممكن تضيف الوي شات اكونت بتاعك عليه. اديت يور نيم او لوكيشن او اندستري، ده كانك انت داخل في البروفايل بتاعك وبتعمل اديت يور بروفايل، برضه ممكن تجيبها من البروفايل نفسه. Edit your public profile. ايه البابليك بروفايل؟ ده البروفايل اللي بيظهر للناس، تمام. Manage your recommendations، تعالوا ندوس عليها. Recommendation يعني ايه؟ يعني انا مثلا كنت شغال مع مدير كذا في شركة كذا، فهو كان ملاحظ مثلا فيا ان انا امين على سبيل المثال، فانا مثلا ضايف على لينكد ان، فاطلب منه مثلا ان هو يكتب ان هو مثلا، او لما اشتغل معايا كان شايف ان انا بشتغل كويس او مخلص في العمل، او بقى اتعامل مع الناس، او ايا كان. الريكومنديشنز دي بتكون موجوده على البروفايل بتاعك على لينكد ان، حاجه كويسه جدا ان حد اشتغل معاك وبيعمل لك ريكومنديشن، تمام. تعالوا نرجع تاني. وكده تقريبا دي اول تابع اللي هو البروفايل، كل حاجه في البروفايل بتاعنا ننجها ازاي. في لو انا عايز اعمل ايديت يور بروفايل او ايديت يور بابليك بروفايل، البروفايل بيظهر للناس، او ايديت يور نيم او لوكيشن او اندستري، ممكن ادوس على البروفايل اصلا او ادوس على ايديت بروفايل على طول. هنا البروفايل اهو جالي، هعمل اي ايديت لاي حاجه انا عايزها، تمام. مش هطول عليكم، مش هديكم معلومات كتير النهارده، دي اول تابع في المانج. ان شاء الله في الحلقات الجايه هنكمل المانج، وهوريكم البروفايل بتاعي، وهوريكم ازاي نحول من سي في، من الانفورميشن اللي انا كاتبها على لينكد ان لسي في. شكرا ليكم، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.